مرحبا بكم. في درس سابق تعرفنا على كيفية عمل كائن جديد حجز مكان له في الذاكرة عبر Create وتحريجه من الذاكرة عبر Free، وظهر لدينا تساؤل وغموض من أين جاءت Create والFree. نريد البدء من الصفر. Create لا توجد في الكلاس الخاصة بنا، والFree لا توجد في الكلاس الخاصة بنا، إذن من أين ظهرت؟ الحل هذه الإشكالية في عدة مواضيع. الآن سنقوم بإعطائكم أول خيط نحو هذا الموضوع. يوجد في البرمجة الكائنية التوجه، يمكنك أخذ خصائص ويعني استلافها. هذه الخصائص يمكنك وراثتها أو الحقول أو الميثود. الكلاس يعني هو عبارة عن حقول وخصائص وميثود، هذه هي مكونات أي كلاس. مثلا إذا قمت بعمل كما شرحنا في الفكرة الرئيسية، وقلنا أن السيارة حتى السيارة هي تنتمي لصنف أكبر وهو مركبة، فحتى المركبة تنتمي لصنف أكبر منها والذي هو شيء. ومن هنا يظهر التساؤل، كيف نعرف الشيء أو الصنف الذي تنتمي له؟ الصنف الذي تنتمي له دائما نقوم بوضعه بين قوسين هنا أمام كلمة class، وهنا نضع الصنف الرئيسي أو الصنف الذي تحتويه أو الصنف الذي جاءت منه الخاص بهذا الكلاس. هنا كما ترون بين قوسين ونكتب الصنف الذي نريده. دعونا نكتب له الصنف الرئيسي وأول صنف. الصنف الجد يعني يسمى Ancestor Type، وهو الصنف الجد لجميع الأصناف الموجودة في الدلفي، يعني هو الرقم صفر، الأب أو الأم لجميع الكلاسات الموجودة في الدلفي، في Runtime Library التي تعرفنا على بعضها. في أي صنف موجود أو أي صنف تجده هو يأتي من تحت الصنف الرئيسي والذي هو T Object. نكتب الكلمة T Object كما ترون هي عبارة عن كلاس. هذه T Object الآن هنا نريد أن نتعرف عليها قليلا، نقوم بالضغط بالكنترول ثم نذهب إليها مباشرة. موجودة في وحدة تسمى الوحدة السيستم، هذه هي. كما قلنا كل وحدة تحتوي على صنف أو أكثر من صنف. الـ T Object يأتي أو يتدرج من الوحدة System. الـ T Object يعالج لنا الكثير من المشاكل، ومن بينها كما ترون الآن بدأت تتضح بعض الأمور. نجد الكلمة Constructor Create، ونجد الكلمة Procedure Free، نجد بعض الأشياء الأخرى هنا التي لا نفهمها. أهم شيء نريد أخذه وهو الcreate. الcreate ما هو؟ الcreate يقوم فقط بعمل حجز في الذاكرة. الobject الرئيسي أو الobject الجد هذا هنا T object يقوم بالعمليات الرئيسية لأي object، ومنها تحرير في الذاكرة أو التعامل مع الذاكرة، إنشاء مكان في الذاكرة بمعنى حجز مكان في الذاكرة وهدم مكان في الذاكرة أو هدم ذلك المكان لذلك الأوبجكت. لدينا مثلا هنا free هي عبارة عن procedure وليست شيء آخر. ما لماذا هي procedure؟ دعونا نضغط عليها هنا. ما هي إلا استخدام للأمر الرئيسي والذي هو destroy، يعني يمكننا القول أنها تأتي من الأمر destroy. الأمر الرئيسي ليس free، بل دائما الأمر الرئيسي الخاص بالهدم يسمى destroy. هنا كما ترون الأمر أصبح واضح. للإنشاء نستخدم tmycar والذي هو كما هو واضح هو عبارة عن constructor، والذي يهدم يسمى destroy وهو عبارة عن method، وأيضا هو عبارة عن نضغط عليه هنا والذي هو عبارة أيضا عن destructor أو الهادم. يوجد البناء ويوجد الهادم. قد تتساءلون الآن، نحن لم نكتب T Object ولا أي شيء آخر، إذن كيف استطعنا العمل مع Create و Destroy؟ لماذا ظهرت لنا؟ كيف استطعنا الوصول إليها ونحن لم نستخدم T Object؟ بطبيعة الحال في الدلفي إذا لم تحدد له العنصر الذي تريد الاشتقاق منه أو الذي تريد الأخذ منه، فسيقوم بجعله تلقائيا T Object أو الجد الرئيسي للجميع، الجد الأكبر لهم Ancestor Type. وهذا الصنف الذي يوفر لنا بعض الإجراءات والأوامر الأخرى مثل التعامل مع الذاكرة والتعامل مع بعض الأمور الأخرى، نحتاجه فقط حاليا في التعامل مع الذاكرة، إنشاء وهدم. الآن دعونا نتعرف على موضوع آخر.